ورجعنا والستات ما بيعرفوش يطبخوا لكن بيتعلموا. النهارده بجد الاكل صعب ولازم نعرف نتعلمه. معانا صديقتنا باكينام. ازيك؟ ازي حضرتك؟ باكينام يا سمحيلي انا اقول لك منورانا. باكينام ومنى لابسين اورانج وحاسه ان انا في فريق هولندا لكاس العالم. ما علينا. انت اللي الوانك تجنن مع الديكور حلو. باكينام هتعمل لنا ثلاث اكلات النهارده. بط محشي رز ونعناع. رز بالنعناع. وعامله لنا رز معمر. رز معمر وعامله لنا ام علي. يعني اكل دايت صحي جدا جدا. نبدا بمقادير الاكل الاولانيه. تمام. عندنا اول الاكل اللي هو البط المحشي الرز بالنعناع. عندنا بطايه كامله وعندنا كوبايتين رز وعندنا نعناع 2 معلقه نعناع مجفف و2 معلقه سمنه بلدي وملح وفلفل وبصلايه. هنبدا اول حاجه في البطه احنا هنحشيها بالبدايه. طيب. هنحط كل حاجه. احنا ممكن البصله نشوحها على النار لو حابين. ممكن نعملها نايف. لا نعملها نايف نايف يا جماعه عشان بس يعني يبقى بس الرقفه بالبط ما يديش اكتر. يعني البط كفايه كفايه جدا. كويس. هنحط كل المقادير على بعض كده. النعناع والرز والبصل والملح والسمنه والملح والفلفل. والفلفل تمام كده. وهنقلبهم كويس جدا. يلا كده اهو. ده باكينام هتحشي لنا البطه. هتبقى بطه محشيه. ولو ان منى بقى عندي عقد من موضوع البط ده من ايام مرسي. بس ما علينا. البط مصر كلها بتتشائم. لكن ما علينا. يلا هنجيب البط وهنفتحها كده من جوه. اوكي. طبعا اوريدي مفتوحه. غسلين البطه ومنظفينها كويس قوي. دقيق وخل وملح لازم كويس جدا. هنبدا نحشيها كده اهو من جوه كويس. بس ما نكبسهاش قوي للدرجه عشان ندي فرصه ان الرز هيستوي. ايوه. يعني بيقولوا بتقول ايه الرز طبعا لما هيستوي طبعا بيستوي بقى بينفش طبعا. فلو ملتوها كبستوها رز هتطلع هيطلع الرز منها يبقى شكلها وحش. زي الحمام وزي الممبار وزي الحاجات اللي بتتحشي كده اهو. يعني ممكن تسيبي كفايه قوي كده تبقى بالليفل ده كده بالشكل ده لو جايبينها. طبعا النعناع بيبقى ريحته روعه. وبدهنها كمان من بره بالنعناع كده اهو. بدهنها جديده موضوع النعناع ده. والملح بدهنها بكل التوابل اللي انا حطاها جوه. بس انتي صغيره قوي يا باكينام على الشطاره دي والبط والحاجات دي. يعني لا مامي بقى علمتك. فانا اتجوزت اصلا صغيره جدا فتعلمت بقى الحاجات دي. علمتي بعد الجواز بالتليفون بقى مامي الحقيني وبكلمتي. وبقيت بقى بدات اعمل بقى بيج. عامله بيج على الفيسبوك وبقيت بقى مندمجه جدا في الموضوع. بتحطي اي حاجه عليها في الطاجن؟ لا دلوقتي انا ممكن ادخلها كده في الطاجن او اسلقها. والافضل ان انا اسلقها في ميه وبوكي جارني بصل وجزر وكرات الخمس حاجات المعروفه او حبهان ورق لورا ملح وفلفل. وبعد كده بدخلها الفرن وهي بتنزل دهونها وبتتحمر. يبقى اذا انت هتدخلها الفرن كده. ممكن ندخلها من غير سلق. لا بس الافضل ان هي تتسلق. اذا يعني الافضل الاول تاخد وقت. بس هل بتخيطي ده علشان ولا بص يعني بجبس بس تتقفل بتطفيك ولا بتجبسيها علشان الرز ما يطلعش في السليق وهو مش هيطلع. مفيش اي مشكله او تتقفل بواحده توثبيك. بس مفيش مشكله. ايوه ما انا بقول لها يعني انا بجبسها. يعني انا بجبسها بتكتفها. بتكتفها يا ستي. اسالي ماما. بتقعد قد ايه في الفرن يا باكينام؟ هي لو هي مسلوقه مش هتقعد اكتر من نص ساعه تتحمر على الشوايه. لو مش مسلوقه هتقعد يعني اكتر تقريبا ساعتين. تقعد ساعتين يعني الفرن هادي عشان ما تتحرقش. تمام. يلا يا جميله هندخلها الفرن دلوقتي. هنخش على الرز المعمر. والنهارده الاكل دايت ولاصحاب الصحه الرقيقه. تمام. في حاجه بقى عندنا الرز المعمر مقاديره. عندنا كوبايتين. عندنا رز. عندنا كوبايه وربع لبن. كوبايه وربع كريمه. ونص كوبايه ميه. وهنحط في الوش زبده وقشطه. وطبعا ملح وفلفل. شفت يا منى؟ زبده وقشطه. حاجه بسيطه كده. بسيطه. هنيجي على النار نحط اللبن. وهنحط معاه الكريمه. وكريمه كمان. كريمه لباني عشان يدي لبن وكريمه. وبعدين هو اصلا الاصل بتاعه بيتعمل بلبن اللي هو اللبن اللباني. اللبن الفلاحي. الكيلو بخير. واللي هو فيه المترد القشطه ده. هو ده. فهو ده طبعا هو اللي هو كامل الدسم يعني. ايوه. لا اللي هو بيبقى فوق كامل الدسم. كمان اللي هو اللبن بتاع اللبن اللي جاي من اللي هو يبقى فيه كده قراطين قشطه طبيعي كده. يا نهار ابيض. كده انا حطيت هحط جزء من ايوه جبنا خيره لوحده. ايوه تمام. بس وهسيب الباقي احطه على الوش واحط ميه. انت ما بتحطيش فيها بقى لا فراخ ولا لحمه لا لا ممكن تعمل بس انا بفضل اعمله كده. بحب طعمه كده اكتر يعني. بتحبي ما بتحطيش مرقه عليه؟ لا خالص. هو يا جماعه انا بحط مرقه. انا بحط بقى مع اللبن ده مرقه عشان تبقى برضو خفيف. بالظبط. انا حماتي علمتني كده. اعمل شوربه ومرقه. بحط بس كده على النار ولبن. لحد ما يبدا يعني يغلي اللبن. وبعد كده ابدا احطه. بجهز بقى الطاجن اللي انا هحط فيه. طبعا بشيل بس الحاجات دي ورا. ده
داخل احنا خلاص. معلش معلش هنشيل يا سلام لما لو سلقه بقى مكعبات بتلو صغير كده. ما انا بقول لها وبصي بقى منى مش سلقه بس، اصل سلقه يبقى اكل صحي، انما يا سلام لو سلقه مكعبات بتلو ومشوحاها في معلقه سمنه بلدي ومسقطاها في البرام عشان تبقى ايه دايت جدا. احنا كده هندهن الاول البرام اللي احنا هنحط فيه الفخار، ممكن بايركس عادي مفيش مشكله، هندهنه بالزبده وهنحط فيه الرز. طبعا ده منقوع لمده ساعه عشان ينعم. الرز منقوع عشان خاطر يعني يستوي، ما يتحرقش ساعات قبل ما يستوي بيكون اتحرق واتشرب. تمام كده اهو. يا باكينام النهارده عامله لكم اكل صحي يا شعب مصر، وعامله بقى صفحه على الفيسبوك وليكي بقى طبعا يعني ناس كتير. فان عندي 28000 فان على ما شاء الله. طبعا لازم فان، بس عايزين نعرف اوزان الفان دول ايه. لو احنا على الطريقه دي عندك حق يا بنتي. تمام كده خلاص انا حطيت الرز هنا. أوكي. وهنزل عليه بقى اللبن اول ما يغلي او يعني يسخن، مش لازم يغلي. اول اكله عملتيها لجوزك ايه بقى على التليفون؟ خدتيها من ماما كانت مسقعه بالبشاميل. كمان اكتر حاجه بعملها حلوه جدا يا جباره. هنحط بقى اللبن، اللبن بالكريمه بالقشطه يا جماعه. تمام كده ندخل الحاجات دي بس ورانا. انا وسهير هنجري من الاستوديو مش هنشوف المنظر. وهنحط بقى على الوش بتاعه مكعبات الزبده. مكعبات الزبده عشان طبعا اللي ما تخنش يتخن يعني، عشان اللي ما تخنش من اللي جوه يا جماعه. ده هو وجبه عمر عايز كده، وجبه هابي كوليسترول. وهنحط قشطه كمان. والله على الوش. هابي كوليسترول يا جماعه عشان اللي يعني عنده نقص في الكوليسترول ياخد الاحط. كمان هحط رشه ملح على الوش، احط شويه فلفل اسود عشان تحييه كويس كده على الوش. ما انا بحط على الوش بقى الملح والفلفل الاسود كده بسيط، وهدخله الفرن. لذه قصيره بعدها حسره طويله. هابي كوليسترول. انا عايزه اشوف يا جماعه حسره. ادي اهو كيلو زياده. بص يا منى البطه دي يا جماعه البطه في شكلها ايه؟ بس النعناع مديها لون يجنن، لون الرز. ادي البطه في الاول. يلا يا ستي خش لنا على ام علي. ام علي عندنا ام علي 200 فين؟ انا مش طاجن الرز فين؟ قولي المقادير كده. عندنا ام علي وعندنا 2 كوب من اللبن. ده الرز. ده الرز المعمر. ادي الرز المعمر اللي لسه هتعمله. حاجه بسيطه الزبده. يلا قولي لنا مقاديره بس. هاتي اميره بس الرز ما عملناه خلاص. الرز ما عملناه. عملناه خلاص. رايي تاخديه معاكي. انا مش هاخد حاجه يا ست، انا عامله دايت. يلا علي بقى. احنا ام علي عندنا الام علي وعندنا كوبايتين لبن وعندنا سكر 4 من 4 ل 5، وهحط على الوش كريم شانتيه. عشان كده يا جماعه السكر في النص لازم يبقى هادي، عشان الكريم شانتيه اللي على الوش هيعمل الجراتان لفوق وهيدي كمان تسكيره. طيب فما نسكرش اللبن، هنحطه برضو على النار. ادي اللبن ومعاه السكر بتاعه. منى بيحلقي على البطه دي اول ما البرنامج يخلص عشان نشوف الشعب اللي كنترول ليه فوق. وهنقلبه كده تمام لحد ما السكر بقى يدوب مع اللبن ويغلي برضو. بصوا يا جماعه دي ممكن تبقى وجبه لاول يوم في رمضان. تمام. مع شويه شوربه وكده تتروق يعني، لكن محدش يعمل الاكل ده على بعضه كله في يوم واحد. فانت فعلا علمتي ناس على الفيسبوك ولا؟ انا بقيت بقى بعمل كل يعني بقيت بقى احب اعمل الحاجات الصعبه جدا يعني، احب اشوف ايه الصعب واعمله. تقدمي جديد دايما يعني. بحب. انا قلت فعلا. فريق هولندا لكاس العالم كده بيبقوا بيحبوا الصعب. يلا يا ستي هحط بقى هنا اللبن والسكر. دي هخليهم بس برضو يغلوا. وهنزل هنا اهوت ام علي. حط مكسرات دي بتشتريها جاهزه طبعا، او عجينه الملفي. او بتجيب عجينه الملفي من درب البرابره، او ممكن عجينه البيف باستري ونسويها في الفرن نخرمها، بس نفردها ونخرمها ولا ونسويها. بيشتروا عجينه الملفي من درب البرابره جاهزه اعملها. مش هيروح يجيبها من السوبر ماركت ويخرمها ويدخلها الفرن. رشه قرفه هنحط معاها، رشه قرفه بتديها طعم حلو قوي. تمام. وهبدا اعمل هنا اللبن هنا اللي هيغلي ده. اول ما يغلي تمام انزل بيه على أم علي. تمام كده اديها بالشكل ده. طيب بس بغطي انا يا جماعه. مفضل اكتر ان احنا نحط يعني نديها لبن ونسيبها على جنب شويه قبل ما نسويها، لان هي بتشرب. هي بتبعديها عن اللبن تمام عشان هي بتشرب اللبن. فانا يعني انا بفضل معايا دايما تبقى طريه شويه، ما تبقاش اللي هي نزود لبن عشان تبقى الفرن كده. بالظبط بتبقى حلوه وهي طريه. لو عايزه اقول لكم حاجه اكمل على باكينام، لو يا جماعه حطيتوا كميه اللبن دي ولقيتوا ان ام علي شربتها زودوا لبن تاني. عندي تسخين. عندي تسخين. اهلا تسخين. ولما بتبات بتتزود لبن. طبعا دي اساسي. واحنا بنسخنها هنفرد بقى الكريمه. وانتوا حته قشطه في اللبن برضه علشان الكريمه كريم شانتيه مضروبه. وبنحطها على الوش بتدي قبل الفرن قبل ما تدخل. غالبا هيتلسع هيعمل وش. هي دي اللي بتدي الوش الجراتان بتاع ام علي. يلا تبقى هيئه. ممكن بقى اللي عايز يحط قشطه على الوش بدل كريم شانتيه، بس يزود بقى السكر اللي جوه يظبط السكر. هابي كوليسترول. تمام. وهندخلها بقى تحت الشوايه دي. طبعا الكريمه هتفرد نفسها في كله. تاخد شويه متحيره من فوق درجه 200. هي بالظبط 10 دقائق. على درجه 10 دقائق على الشوايه بس كده.
وكده تبقى باكينام عملت لكم ثلاث وجبات، بطه محشي بالرز والنعناع، ورز معمر بالقشطه والكريمه، وام علي بالكريم شانتي على الوش. باكينام تسلم ايديكي برضو، ما قلتليش الفان بتوعك على الفيسبوك او زي ما انا هنسالهم بقى النهارده لازم تعملوا سؤال على الصفحه. ايوه انا بقى كويستشن اكتر اكله بقى لقت اعجاب على الصفحه. هنطلع ام علي. انا قبل كده كنت عامله ديك رومي كان عجب الناس قوي، من الحاجات اللي ديك رومي قلب الدنيا. اول اول ما يقطعوا الهواء تحلقي على الاكل. طب احكي لنا بسرعه ديك رومي كنت عاملاه ازاي؟ انا بتبله بتتبيل، يعني بتبله بدخله على زي البط كده، بتبله بقى بكاتشب وميه بصل وليمون وملح وفلفل وبهارات، وبفتحه عشان كله يخش فيه، وادخله الفرن متغطي الاول لمده ساعتين، وبعد كده بشيل الفايل واسيبه ساعه الا ربع كمان لحد ما ياخد الوش. سؤال، ممكن احشي البطه دي نعناع رز بالنعناع وايه تاني؟ ممكن بقى ممكن تحشي لو حد عامله بالبرتقال ممكن تحشي سلايسز برتقال. البرتقال بيبقى حاجه ثانيه. طب ما ينفعش نحط الكبد والكلاوي جوه مع الرز ده؟ الرز بالخلطه. يبقى يعني يا جماعه بقوا مع الرز ده حطوا الكبد والكلاوي خساره علشان تبقى الوجبه كامله. ايوه صح. باكينام ميرسي، الاكلات رائعه وشكلها زي ما انتم شايفين تجنن طبعا، وعملتها بوقت قياسي جدا. انت عملتي ثلاث اكلات صعب جدا بس عملتيهم بسرعه. هتدوقي منمن؟ لا لا ايه لا اصدقائنا لا اجرو. حلقتنا النهارده من الستات ما بيعرفوش يطبخوا والستات ما بيعرفوش يكذبوا، خلاص وقتها خلص، وان شاء الله نشوفكم على خير بكره وحلقه جديده وستات ما بيعرفوش يطبخوا. استنوا اما نشوف الكوليسترول ده اخباره ايه. شرفتيني يا باكينام، اهلا بيك، مفيده وحشتنا على فكره.